قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزات. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزات، خوتنا الكرام، جيناكم في فيديو وخبر جديد كالعادة. معكم خوكم شرف الدين. خوتي في هذا الفيديو على بالي ما راحش يعجب العياشة وما راحش يعجب المخازنة، لأنه فلسطين خرجت لهم خرجة قوية وقوية جدا انطلاقا من الجزائر، البلد الذي لا يخون ولا يعرف معنى الخيانة. رئيس دولة فلسطين يا خوتي وجه رسالة قوية جدا إلى الصهاينة وإلى كل المطبعين، وذلك انطلاقا من الجزائر. قبل مشاهدة الفيديو كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك ومرمدوا العياشة في التعليقات ما تخليوا لهم والو. تشفاو يا إخوتي الكرام، نينجا وزير خارجية الكيان الصهيوني وقام بتوجيه تهديد مباشر إلى الجزائر. قلنا لكم في هذاك النهار أن الجزائر لن تسكت أبدا على هذه التهديدات وسترد على طريقتها، كما عودتنا الجزائر عمرها ما تسكت على أمثال هؤلاء الناس، أمثال هؤلاء الجبناء الخانزين بنو صهيون والخانزين تاع المخزن. اليوم خرج رئيس دولة فلسطين ليوجه تهديد قوي وشديد اللهجة للصهاينة ولكل المطبعين، وذلك انطلاقا من الجزائر. شفتوا يا خوتي رد الجزائري كيف كان؟ قلنا لكم راح ترد الجزائر، وبالفعل هذا هو رد. نخليكم يا إخوتي الكرام مع ما قاله رئيس الفلسطيني، وشاركونا انتم رايكم في التعليقات ومرمدوا بنو صهيون. ولن نقبل بالاعتداءات على هويتي وطابعي وأهل القدس، ولا على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة، ولن نقبل بمواصلة عمليات القتل وهدم المنازل والتنكيل بأسرانا واحتجاز جثامين شهدائنا، ولا بمواصلة حصار قطاع غزة. هذا العمل كله منذ سنوات إلى يومنا هذا وهو قائم وتقوم به دولة أعين العالم دون أن يحرك هذا العالم ساكنا. وستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب إذا استمرت سلطات الاحتلال في طغيانها وممارساتها العدوانية ضد أبناء شعبنا وأرضنا بعاصمتها القدس. ونحن نعني ما نقول، سيأتي وقت قريب سينعقد المجلس المركزي الفلسطيني وستتخذ إجراءات حاسمة وتاريخية وقوية ضد إسرائيل وضد ممارساتها التي تقوم بها نحو شعبنا وأهلنا. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.